الحقيقة انعقد مع يعني وسائل الإعلام في إطار تحسيس وتوعية بجرائم تجارة البشر، خاصة على مستوى تطرق الإطار الدولي التي تعمل هذه الجريمة الخطيرة وشنها، وكذلك الإطار الوطني المتعلق بالقانون 17/2014 اللي كيهضر على الجريمة، تعريف ديال العناصر التكوينية ديالها، الوسائل مختلفة، وسائل الشجرة ديالها بالوصف كذلك. وكان لقاء في لقاء تفاعلي مع مختلف المهنيين في مسائل الوسائل الإعلام، لا سيما مهتمين بمجال العدالة. كانت حوار تفاعلي وطرحوا مجموعة ديال الأسئلة ومجموعة ديال النقاط اللي استطعنا من خلال نرفعوا اللبس على جريمة تجارة البشر، وكذلك أوجه التدخل الطلاقي مع جريمة تهريب المهاجرين، ومختلف الصور اللي هو أكثر مشكل مغربي، ولا سيما المتعلقة بالأطفال ضحايا تجارة البشر، وكذلك النساء باعتبارهم فئة هشة، ومختلف الوسائل الحمائية ديال الضحايا. وفعلا كان لقاء متميز، استطعنا من خلال مختلف الأسئلة اللي تكشف الاستطلاع على النقاط الأساسية، وكذلك تحقيق المصطلحات الصحفية التي تستعمل في إطار البلاغات فيما يتعلق بهذه الجريمة، وكذلك التمييز بينها وبين الجرائم المشابهة. قمنا اليوم يعني بشراكة مع اللجنة الوطنية لتنسيق آليات مكافحة التجارة بالبشر والوقاية منه بتنظيم هذا اللقاء التواصلي، وأيضا ورشة التكوين والتفاعل مع العاملين في مجال الإعلام بالمغرب بخصوص التوعية، وأيضا التطرق إلى جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من أجل دعم القدرات للمتدخلين، والإعلام متدخل مهم في تغطية هاتين الظاهرتين، ولديه رسالة نبيلة من أجل التوعية وتنوير الرأي العام، وكذلك تغطية كل ما يخص المجتمع. لذلك فقد ارتأينا أنه يمكن أن تكون لدينا سلسلة من الورشات التكوينية لرصد الاحتياجات، وأيضا لدعم التوعية، توعية الجمهور العريض والمجتمع فيما يخص مخاطر هاتين الجريمتين، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التجارة بالبشر وتهريب المهاجرين.